وفي العاصمة الهولندية لاهاي اليوم أمر رئيس محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري على رفح بشكل فوري وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وأكد على وجوب حماية الفلسطينيين في غزة من جرائم الإبادة وضرورة توفير مسارات آمنة، مضيفا أن نحو 800,000 شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري. وأمر رئيس المحكمة الكيان الإسرائيلي بضمان وصول بعثة تقصي الحقائق من أجل التحقيق بمزاعم الإبادة الجماعية بحسب ما ورد بقرار محكمة العدل الدولية.